جول للعراق، أيمن حسين كل الزين بهدف أول بالدقيقة 13 من عمر اللقاء، يفتتح التسجيل لأسود الرافدين. أيمن حسين بهدف أول، لاحظ راح لها نيل لكن صعبة، وهدف أول لأسود الرافدين. هذا الهدف يعطي الأريحية للمنتخب، يرفع الضغط. الآن الفلبين ومنتخب الفلبين سيترك الحالة الدفاعية، سيندفع إلى الأمام، ممكن نسجل ثاني وثالث.